من هنا صرنا بصدد بيان الفرق بين الصراط وبين السبيل. قلنا أنه يوجد في المقام احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون الصراط المستقيم هو الطريق الواسع والكبير، والمراد من السبل هي الطرق الفرعية والتفصيلية التي تصل إلى الصراط المستقيم وتصب في هذا الطريق الكبير والواسع. الاحتمال الثاني هو أن الأمر ليس كذلك، وإنما الصراط المستقيم هي نفس هذه السبل، ولكنه كل بحسبه. فكل سبيل إذا كان يملك كل حسناتي وكل الصفات والخصائص الموجودة في الصراط المستقيم فهو الصراط المستقيم، أما كلما قلت الدرجة ففيه بذاك المقدار من الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم هو نفس هذه السبل المؤدية إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه كل سبيل يختلف عن السبيل الآخر، لأن السبيل قد يخالطه نقص أو خلال. وهذا الاحتمال الثاني هو الذي رجحه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، كما قرأنا هذه العبارة فيما سبق.